أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بريس كورنر، نسلط الضوء فيها كالعادة على تناول الصحافة الأجنبية للشأن الليبي بمختلف ملفات في أخبارها ومقالاتها خلال الأسبوع، ونبدأ بالأخبار. البداية من شبكة ديجيتال جورنال الكندية التي أوردت خبرا عن تجديد مجلس الأمن مهمة البعثة الأممية للدعم في ليبيا مدة عام آخر، وتعهده بدعم الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار. الشبكة أشارت إلى أن المبعوث الأممي غسان سلامة كان قد طلب من مجلس الأمن التعهد بدعمه لاستئناف العملية السياسية التي توقفت منذ أن شنت قوات خليفة حفتر هجوما في أبريل الماضي للاستيلاء على العاصمة طرابلس. وقالت الشبكة إن مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع قرارا بتجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام آخر، وتعهد أيضا بدعم الجهود الحثيثة لوقف إطلاق النار في الدولة التي مزقتها الحرب. الشبكة أضافت أن مجلس الأمن طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقييم الخطوات اللازمة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، والدور المحتمل للبعثة الأممية للدعم مبادرة وقف إطلاق النار القابل للتمديد. وأشارت الشبكة إلى أن غسان سلامة كان قد حذر مجلس الأمن الأسبوع الماضي من أنه بدون إجراءات من المجلس فإن الصراع في ليبيا سوف يتصاعد مع استمرار الدعم الخارجي للأطراف المتقاتلة. وإلى صحيفة The Guardian البريطانية التي نشرت خبرا عن عزم ألمانيا عقد مؤتمر دولي حول مستقبل ليبيا لإجبار الأطراف الفاعلة الإقليمية على وقف التمويل وتسليح الأطراف المتحاربة في البلاد. وقالت الصحيفة إن الأمم المتحدة اعترفت بأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا قد تم تجاهله تماما من قبل مجموعة من الدول الإقليمية، وإن المبعوث الأممي غسان سلامة توصل إلى قناعة بأنه ما لم يتم تسليط الضوء على دور الجهات الفاعلة الإقليمية العديدة فستستمر الحرب إلى أجل غير مسمى، وربما تحول البلاد إلى سوريا جديدة على حد تعبيره. هذا وقد أوردت الصحيفة قول وزير الخارجية الألمانية هيكو ماس إن تنظيم هذا المؤتمر يحتاج إلى الكثير من العمل، وإنه من غير المرجح أن تحضر بعض الدول إذا اعتقدت أنها ستوضع في قفص الاتهام لدعم جانب أو آخر، مضيفا أن ألمانيا تريد إطلاق عملية تشاور مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة. وقالت الصحيفة إن ماس أكد أن عمله مدعوم من المبعوث الأممي غسان سلامة الذي يقوم بجولة في عواصم أوروبا والشرق الأوسط لدعم خطته لعقد المؤتمر. ونقلت عن سلامة قوله إنه بدون التزام الجهات الخارجية الفاعلة في ليبيا فإن النزاع سيستمر. وأضافت الغارديان أن الهدف من المؤتمر حسب سلامة هو إرسال رسالة قوية بشأن الحاجة إلى احترام حظر الأسلحة والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الليبية ومعالجة الأسباب الرئيسية للصراع كما صاغها الليبيون أنفسهم. الآن إلى موقع ميدل إيست مونيتور البريطاني الذي نشر خبرا عن سعي حكومة الوفاق الوطني للحصول على دعم عربي ودولي لوقف العنف في طرابلس وإجبار الداعمين لخليفة حفتر وخاصة الإمارات على وقف التدخل في ليبيا. الموقع نشر الخبر تحت عنوان في خضم التصعيد العربي والدولي حكومة الوفاق الوطني تتحرك لمعاقبة الإمارات، مضيفا أن حكومة الوفاق أكدت أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقف وراء إراقة الدماء في ليبيا، وقال إن ذلك يعد انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي. وذكر الموقع أن وزير خارجية حكومة الوفاق محمد طاهر سيالة أدان موقف الإمارات في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن في التاسع
من سبتمبر الجاري، مؤكدا أنه يتوقع ارتكاب المزيد من الانتهاكات في ليبيا حسب تعبيره. سيالا صرح أنه يشجب الموقف العدائي لدولة الإمارات بجعل عاصمتها منصة إعلامية لحفتر، وأوضح أن الإمارات تدعم المعتدين الذين شنوا الهجوم على العاصمة وساعدتهم في قتل الليبيين، وهذا يشكل اتفاقية مفتوحة لدعم المزيد من الانتهاكات وجرائم الحرب. وأضاف سيالا إلى أن تصرفات الإمارات تدعم الانقلاب على الشرعية وتشكيل انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي، مؤكدا حقهم في الدفاع عن الدولة ومواصلة مقاومة المعتدين. ووصف سيالا أبو ظبي بأنها منصة إعلامية تبث خطاب الكراهية الذي يحرض على قتل الليبيين ورفض تدخل الإمارات أو أي طرف آخر في الشؤون الليبية. إلى صحيفة يني شفقة التركية التي نشرت خبرا حول قيام قوات حفتر بشن غارات جوية على مدينة سرت. الصحيفة قالت إن بعض المواطنين من المدينة قالوا إنه خلال الأيام الماضية قامت قوات حفتر بشن غارات جوية على مشارف مدينة سرت التي تبعد نحو 450 كيلومترا شرق مدينة طرابلس. وأضافت الصحيفة أن مسؤولا حكوميا وسكانا من المدينة قالوا إن قوات حفتر شنت الاثنين غارات جوية على مواقع في مدينة سرت والتي تتبع حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، مصاعدة بذلك من حدة الصراع الذي يجتاح العاصمة طرابلس. وأوضحت يني شفق أن الغارة أصابت مبنى بالقرب من معمل للمواد الخام في المدينة، مشيرة إلى أن قوات حفتر والتي تتخذ من الشرق مقرا لها تقوم بحملة برية تدعمها غارات جوية منذ أبريل الماضي للاستيلاء على طرابلس. إلى شبكة تشاين الصينية الإخبارية التي نشرت خبرا عن تصريحات المتحدث باسم قوات حفتر أحمد المسماري حول عزمهم تكثيف العمليات العسكرية ضد حكومة الوفاق الوطني. وقالت الشبكة إن المتحدث باسم قوات حفتر أحمد المسماري قد صرح بنيتهم تصعيد العملية العسكرية ضد حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة في الأيام القليلة المقبلة. ونقلت الشبكة عن المسماري قوله في مؤتمر صحفي إنه سيتم تكثيف العمليات العسكرية خلال الأيام القليلة المقبلة، وإنه على سكان طرابلس الابتعاد عن أماكن المقاتلين وأماكن تخزين الأسلحة حسب قوله. وقالت تشاين إن القتال في طرابلس والذي بدأ منذ أكثر من 5 أشهر أسفر عن مقتل وإصابة آلاف الأشخاص وأجبر حوالي 120 ألف مدني على الفرار من منازلهم. الآن مشاهدينا إلى أخبار المهاجرين التي كانت محل حديث جميع الصحف الغربية تقريبا هذا الأسبوع، ونبدأها بخبر نشرته صحيفة التلغراف البريطانية عن اعتقال السلطات الإيطالية 3 رجال متهمين بارتكاب جرائم بحق مهاجرين في مراكز إيواء مهاجرين في ليبيا. التلغراف قالت إنه تم إلقاء القبض على هؤلاء المتهمين الذين تم التعرف عليهم من قبل مهاجرين في مدينة ميسينا في جزيرة صقلية. وأشارت الصحيفة إلى أن الرجال 3 كانوا قد وصلوا إلى إيطاليا على متن قارب للمهاجرين في نهاية يونيو الماضي. وفي تفاصيل الخبر تقول الصحيفة إن المقبوض عليهم متهمون بالقيام بأعمال إجرامية في مراكز احتجاز في الزاوية، مضيفة أن المهاجرين هناك تعرضوا للتعذيب الممنهج للضغط على عائلاتهم لإرسال المزيد من الأموال للمهربين. التلغراف قالت إن المتهمين تتراوح أعمارهم بين 24 و27 عاما، أحدهم من غينيا واثنان من مصر،
تم التعرف عليهم من قبل المهاجرين في صقلية، وتم اتهامهم بارتكاب جرائم قتل وعنف جنسي وتعذيب بموجب القانون الإيطالي. وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة الإيطالية أصدرت بياناً بيّنت فيه أنهم مارسوا فظائع ممنهجة ضد المهاجرين، بما في ذلك العنف البدني المتكرر كالضرب بالعصي الخشبية والخراطيم المطاطية والصدمات الكهربائية. ونبقى مع أخبار المهاجرين، حيث نشرت صحيفة الغارديون البريطانية خبرا عن سماح إيطاليا لمجموعة من المهاجرين بالنزول من سفينة إنقاذ تابعة لمنظمة غير حكومية. وقالت الغارديون إن هذه تعتبر المرة الأولى التي تسمح فيها روما هذا العام بإنزال سفينة إنقاذ تابعة لمنظمة غير حكومية في الوقت الذي كانت فيه السفن التي تحمل المهاجرين تمنع من الرسو في الموانئ الإيطالية. هذا وأضافت الصحيفة أن الحكومة الإيطالية الجديدة سمحت لأكثر من 80 مهاجرا بالنزول من سفينة أوشين فيكينغ التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، وقالت إنها المرة الأولى هذا العام التي تسمح فيها روما بإنزال سفينة إنقاذ على موانئها. الغارديون قالت إن سفينة أوشين فيكينغ والتي ترفع العلم النرويجي طلبت من السلطات الإيطالية والمالطية توفير ملاذ آمن لركابها، وقد تلقت الإذن بالرسو وإنزال المهاجرين من إيطاليا بعد اتفاق مع المفوضية الأوروبية لتنسيق إعادة توزيع المهاجرين بين الدول الأعضاء. وأشارت الصحيفة إلى أن كل من ألمانيا وفرنسا على استعداد لاستقبال 25% من المهاجرين الذين كانوا على متن السفينة، في حين أن بقية دول الاتحاد الأوروبي بما فيها إيطاليا ستتكفل البقية. كآخر خبر عن المهاجرين هذا الأسبوع، فقد نشر موقع إنفو ميغرانتس المعني بشؤون الهجرة خبرا عن دعوة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى المزيد من عمليات الإجلاء الإنساني لإنقاذ المزيد من الأرواح. وقال الموقع إن إيطاليا استقبلت قبل أيام 98 لاجئا من ليبيا ضمن جهود كبيرة لإخلاء مراكز الإيواء غير الآمنة في شمال إفريقيا. وتابع الموقع أن ليبيا تعتبر نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الذين يسعون إلى عبور المتوسط إلى أوروبا. الموقع نقل عن المفوضية قولها إن استقبال إيطاليا لقرابة 100 لاجئ من ليبيا هو جزء من الجهود المستعجلة لنقل اللاجئين في ظل استمرار الصراع في ليبيا، مضيفة في بيان لها أنها تأمل أن تستجيب الدول الأخرى لهذا المثال وأن تقدم عمليات إجلاء إنسانية مماثلة لإنقاذ الأرواح. وقالت المفوضية إن نحو 5000 لاجئ ومهاجر ما زالوا عالقين في مراكز إيواء غير آمنة، وأنها ساعدت في إجلاء أكثر من 1400 لاجئ في ليبيا، الكثير منهم قضى فترات طويلة في مراكز الإيواء، وكان من بينهم 52 طفلا غير مصحوبين بذويهم. ويضيف إنفو ميغرانتس أن المفوضية قالت إنه سيتم إجلاء مئات آخرين إلى رواندا، ومن المتوقع نقل مجموعات أخرى أو مجموعة أولى مؤلفة من 500 لاجئ وطالب اللجوء في الأسابيع المقبلة. الآن مشاهدينا إلى فقرة المقالات، نبدأها بمقال الكاتب حسن حسن نشره في مجلة فورن بوليسي الأمريكية، تحدث فيه عن الدور العسكري والسياسي الذي لعبته دولة الإمارات في الشرق الأوسط خلال السنوات السابقة. الإماراتيون يقدمون أكثر مما يستطيعون أن يمضغوا، هكذا عنون الكاتب المقال مستهلا إياه بالقول إن الإمارات قررت أنها ستكون رائدة في تشكيل الشرق الأوسط خلال السنوات القادمة، والآن أخذت منعطفا دراماتيكيا على حد تعبيره.
الكاتب سلط الضوء على بدء دولة الإمارات فرض نفسها عسكريا وسياسيا بعد الانقلاب ضد جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 2013، والذي أتاح لهم أخذ زمام المبادرة في تشكيل الأحداث في جميع أنحاء المنطقة، إلا أن الاستراتيجية الإماراتية وفقا للكاتب اصطدمت بجدار فاصل هذا العام بعد إعلانها الانسحاب من الحرب على اليمن وبدء المسؤولين الإماراتيين إطلاق نغمات تصالحية تجاه إيران على حد تعبيره. ويرى الكاتب أن تغيير أبوظبي لاستراتيجيتها بشكل مفاجئ يعود لتقليص مكانتها السياسية وسمعتها في الولايات المتحدة وعدم قدرتها على الاستمرار في استراتيجيتها، وهي أصعب بكثير من أن يستطيع الإماراتيون تنفيذها، مضيفا أن الإمارات تسعى الآن لاستعادة سمعتها في واشنطن من خلال تصوير نفسها كدولة صغيرة تسعى لتحقيق الاستقرار والازدهار فقط. ويختم الكاتب بالقول إنه منذ الإطاحة بالإخوان المسلمين في مصر لم تحقق أبوظبي نجاحا ملموسا في مناطق أخرى كليبيا وتونس واليمن، مشيرا إلى أن خليفة حفتر الحليف المقرب من الإمارات فشل في هجومه على طرابلس التي تسيطر عليها حكومة معترف بها دوليا. الآن إلى صحيفة ديلي بيست الأمريكية التي نشرت تقريراً استقصائياً يكشف تورط موسكو في دعم حفتر عن طريق كيانات وشركات أمنية تقوم بإرسال مرتزقة إلى ليبيا. الكاتب ميشيل ويس اختار مرتزقة فاغنر الروسية انتقلت إلى ليبيا عنواناً لمقاله. أشار إلى وجود وثائق وتقارير تكشف عن الجهود التي تبذلها موسكو لتهيئة قادة طموحين غير أكفاء في البلاد الغني بالنفط في ليبيا. ويقول الكاتب إن هناك تقارير عديدة على مدار العامين الماضيين تكشف عن الدعم الروسي لحفتر، بما في ذلك ما كشف عنه مسؤولون بريطانيون في مارس من هذا العام حول إرسال نحو 300 مقاتل مرتزق إلى ليبيا ينتمون إلى ما يسمى بشركة فاغنر السرية الممولة من رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوزين المعروف بطباخ بوتين. ميشيل أكد في تقريره أن الشركة تزعم أن حفتر لا يكسب المناطق من خلال الفوز في المعارك، بل برشوة الزعماء والمسؤولين القبليين باستخدام حوالي 150 مليون دولار مقدمة من الإمارات، مضيفة أن الشركة بدأت الترويج لكل من حفتر وسيف الإسلام القذافي على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنشأت ما لا يقل عن 12 مجموعة على منصة فيسبوك، وتم تصفح هذه المجموعات من قبل أكثر من 2 مليون مستخدم أسبوعيا. ويضيف الكاتب أن أهم ما تم الكشف عنه في هذه الملفات هو ذكر اسم الضابط الروسي فلاديميروفيتش كولزاخوف والذي يعمل حاليا في ليبيا، وكان قد طلب نشر طائرات دون طيار لتحديد مواقع المدفعية التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا دون أن تكشف الوثائق عن مكان موقع عمله في ليبيا. إلى صحيفة شبيغل الإلكترونية التي نشرت مقالة للكاتب ميركو كليبرث كشف فيه عن هول الرعب والخوف الذي يعيشه سكان مدينة بنغازي في ظل سيطرة خليفة حفتر على المدينة. الكاتب عنون مقالة بنغازي مثال لما يمكن أن يحدث في ليبيا إذا حكمها حفتر، وتحدث عن المدينة كمركز للمقاومة ومحرك للتغيير منذ قرن تقريبا، والمكان الذي بدأ فيه التمرد ضد الدكتاتور معمر القذافي في 2011 إلى أن قدمت المدينة نفسها إلى خليفة حفتر على حد تعبيره. ويرى كليبرث أن حفتر يصور نفسه على أنه رجل قوي يوفر الأمن، إلا أنه بالنظر إلى بنغازي سنجد حفتر في كل مكان، فصوره أصبحت منتشرة ومعلقة في كافة أنحاء المدينة ليشق طريقه إلى عقول سكانها ويمنعهم من قول أي شيء سلبي،
مضيفا أنه رغم ضعف كفاءة الحكومة في طرابلس إلا أن الناس يقولون ما يريدون بصوت عال. ويتابع الكاتب أن حفتر أنشأ دولة مراقبة في بنغازي، حيث لا يمكن للصحفيين غير المصحوبين بعناصر تابعين لحفتر التجول، ونادرا ما يسمح لهم بدخول المدينة، مشيرا إلى أن عناصر أمن تابعين لحفتر بملابس مدنية يقومون بعمليات تفتيش في كل مكان، بحيث لا يجرؤ أحد على التحدث إلى الصحفيين خوفا من هؤلاء العناصر. أما بالنسبة إلى حفتر نفسه، فيرى الكاتب أن الأخير لم يتحدث قط عن الديمقراطية، بل أشار قبل ذلك إلى أن ليبيا غير مستعدة لها بعد، ما يوحي برغبته في توسيع نموذج بنغازي ليشمل البلاد بأكملها تحت حكم عسكري كامل. إلى موقع ميدل إيست آي البريطاني الذي نشر تقريرا مفصلا للصحفية ريبيكا موري، تحدثت فيه عن الخسائر البشرية والاقتصادية التي تعاني منها ليبيا منذ الهجوم المفاجئ على طرابلس في 4 أبريل الماضي. ليبيا تعاني من استمرار هجوم حفتر على طرابلس، هكذا عنونت الكاتبة المقال، مستعرضة الأيام الأولى لهجوم حفتر على طرابلس، والذي ظن أنه سيكون انتصارا سريعا على حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، مستندا في ذلك إلى معلومات استخباراتية خاطئة بحسب تعبيرها. وتقول الكاتبة في سردها للنزيف البشري الذي تعاني منه ليبيا أنه وفقا لتقرير قدمه المبعوث الأممي غسان سلامة في 4 سبتمبر، حتى الآن قتل أكثر من 100 مدني وأصيب أكثر من 300 آخرين، ونزح نحو 120 ألف مدني، في حين أنه لا توجد أرقام مؤكدة عن العدد الإجمالي للمقاتلين الذين لقوا حتفهم حتى الآن، والذين يقدر عددهم بالآلاف. وتنقل الكاتبة عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنه على الرغم من إمدادات النفط بأكثر من 1 مليار برميل يوميا وزيادة إيرادات الميزانية، من المتوقع أن تعاني ليبيا من عجز في الميزانية يصل إلى 10 مليارات دولار هذا العام مع استمرار الصراع. وتختم الكاتبة بالمعاناة التي يعيشها سكان طرابلس في انقطاع للكهرباء والمياه ونقص الوظائف والسيولة والتعليم والرعاية الصحية، مضيفة أن الكثيرين ينظرون إلى حفتر كديكتاتور وأنه سيعيد الثورة إلى الخلف، ويقولون إنهم فقط بعد التغلب على حفتر يمكنهم محاسبة الأطراف الفاسدة من حولهم. إذن مشاهدينا، كان هذا كل شيء في حلقة هذا الأسبوع من The Press Corner. نلقاكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة وملخص جديد للصحافة الغربية حول ليبيا. إلى اللقاء.